والدرم مشعلة دايما من ضيق الحالة دايما حال العطالة دايما هو المهزلة دايما أكبر مهزلة دايما ونقولوا لا 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 هو ألف لا 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 أشكر أنا محزب هذا الزمن أنا محزب هذا الزمن وأنا الرشوة حقهم الموت والرشوة حقهم الموت المعدل أشكر المعدل أشكر على طول خريطة هذه البلاد ونحيي الصمود ديالهم والإبابة البطولية ديالهم داخل هذه الزلازل ديال النظام رجعي القائم بالبلاد يدعو الجماهير الشعبية هذا كان وقفة تلفيدا خلاصات المجلس الوطني هذه الوقفة اللي دارها فرع الناظور هنا في الناظور كيديروها مجموعة ديال الفروع التجميعية الوطنية مجموعة ديال المدن في نفس التوقيت وهاد الوقفة كنديروها اليوم تنديدا بالحصار المنع القمع طرد الاعتقالات اللي كتعرضوا لهم الجمعية الوطنية لعمل شهادة المعطلين المهم اعتقالات ان الجمعية الوطنية اللي كتضم خيرة الشباب المعطف المهم فعوا نهج مقاربة تشاركية عوا استجابة المطالب ديالهم العادية المشروعة اللي هو المطلوب الشروط التنظيم فإن هذا المخزن في هذه البلاد كيفضل أنه يستعمل مقاربة ديال القمع عبر الحصارات اليومية مختلف الأجهزة ديال البوليس والسيارات ديال الشرطة اللي كتظهر أمام ديالكم في الأزقة كيستافدوا منها واحد الدلة القليلة في هذه البلاد اللي ما زالت تعيب فسادا ما زالت تنهب الثروات ديال هاد البلاد بينما الفقراء والمحتاجين بحالنا والمعتقلين المصير ديالهم هو القمع المصير ديالهم هو السجون المصير ديالهم هو الحصارات ديال الحصارات امام هاد الوضع نؤكد بان هاد المقاربه القمعيه اللي كاينه هاد النظام تجاه كل شرفاء في الوطن من المعتقلين قلت ومن الفراشه ومن الطلبه ومن باقي الحركات بأن هذه المقاربة لا تزيد إلا تشجن الأوضاع وأن هذه المقاربة مقاربة ملبودة هذه المقاربة لا تؤدي سوى إلى تفجير الأوضاع في هذه المنطقة ونؤكد على حق كل مواطن مغربي في استفادة الثروات ديالو على حق كل معطل الشغل باعتبار بأن الدولة هي اللي كتدفعوا لها الضرائب وبالتالي من الواجب على الدولة أنها توفر الشغل توفر السكن توفر الصحة توفر التعليم لمختلف المواطنين والمواطنات ونأكدوا بأن هذا راه حق ديالنا راه ما كيصدقوش علينا وراه ما كنسعوش عنده بل هذا حق مستلف خصنا نرجعوا لجميع ولاد الشعب المغربي كيفاش نرجعوا بالنظام ديالنا نرجعوا بتطبيب الوحدة ديال المعطلين وباقي المحتاجين وباقي الفقراء وباقي المهضومين الحقوق في هذا الوطن الجارح ونكدوا مرة أخرى في الختام نكدوا على أن المعركة ديالنا معركة مفتوحة إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة معركة ستستمر يوم السبت المقبل بمسيرة شعبية تنطلق مساء الساعة الخامسة من أمام الساحة من أمام ساحة حمام الفواكي ونشدكم جميعا باش نشاركوا في هذه المسيرة مسيرة ضد الحكرة مسيرة من أجل الشغل مسيرة من أجل الكرامة عشتم أحرار عاشت الجمعية الوطنية الحرية المعتقلين السياسيين.